ألو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد المنعم الجلاد مع حضرتك. احسن واحد عبد المنعم الجلاد، ولا تزعل. الله يبارك لك، أنت الأحسن. الله يخليك يا عم عبد المنعم. يا أستاذ عبد الناصر، نعم، مصطفى يونس أنا أعرفه من أيام أنا في شبرا، أنا من شبرا الخيمة وهو من شبرا البلد. ايوه عارف، ده أخو عبد يونس وأخو حمادة يونس، إحنا عارفينه. كان يبيع أبوه عشان الجنيه. لا 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 لا، والنبي ابوس على بعد دماغك، ما والنبي طب والنبي أنا والنبي مش هغلط، أنا طب مش هغلط والنبي بس لا لا والنبي، بس اقول لك على حاجه، والنبي بس اقول لك على لا حاجه، لحظه بس، اسمعني. طيب بس كابتن اسمع، النادي الأهلي يا أستاذ عبد اسمعني الناصر. اسمعني اسمعني اسمعني، اتفضل. انت من شبرا الخيمه، وشبرا الخيمه ابو الرجوله، الله يخليك. وما ترضاش عليا اكل عيش ومن حبيت حد ويشتم. طب أنا مش هتكلم يا أستاذ، بعد اذنك بقول لك بعد حضرتك. اذنك، لا لا، والنبي والنبي والنبي، طب أنا أقول حاجة، طب والله ما أتكلم يا عليك. عم الكابتن ده مصطفى يونس، إحنا الكابتن زعلنا منه مصطفى، عشان كابتن النادي يا الأهلي. حبيبي بعد اذنك، الكابتن مصطفى يونس كابتن النادي الاهلي ومصر غصب عن اي حد، ويسأل لا عن لا مش غصب، تصرفاته. كابتن النادي الأهلي ده قدوة، ده قدوة لكل لينا يا كلنا. سيدي هو حر في الناس تصرفاته دلوقتي، ما بعد اذنك بعد اذنك بعد يا اذنك أستاذ عبد بعد الناصر، كابتن النادي الأهلي ما طب يبقاش بعد حر في تصرفاته. بعد اذنك طيب بعد اذنك بس بعد اذنك اتفضل دلوقتي، اتفضل. انا ربنا ابتلاني وشميت لا قدر الله، على الرغم ان مثلا الناس هتقول ربنا يشفيه ويعافيه ويبعد عنه الامراض، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، مش الناس هتقول كده، ايوه لكن صح. ما فيش حد عايشين شيلتي. ايوه، ما على قد محبتنا ليه يا استاذ يا عبد الناصر، بس زعلانين بس منه. بص بص، انتقدوا احنا دول كل جماهير الاهلي بتحب مصطفى يا يونس، ايوه، بس كابتن النادي التاريخي. ما نغلطش، وبعد كده عايز اصحح لك مش معلومه. هنغلط والله، لا ما اسمع هنغلط، يا صاحبي، احنا على قد لا لا لا، على عايز قد اصحح ما لك بنحبه على قد معلومه، ما بنزعل منه. عايز اصحح لك معلومه يا صاحبي. اتفضل. مصطفى يونس بر باهله وباخواته واخواته. والله عارف، طب بعد والله اذنك بس، عارف. انت لا بعد اذنك، اصل كلمه يبيع ابوه عشان الجنيه معناها انه مش لا وافي لا لاخواته. احنا انا مش قصدي كده، يعني انا قصدي لما هو بيقعد في قناه الزمالك بيسمع شتيمه الاهلي يا وده اخي، ما كابتن يا اخي الاهلي. يا اخي، ما تعرفش ده ظروفه. كان في يوم من الايام ممكن يبقى رئيس الاهلي مكان الخطيب. بعد اذنك، ما تعرفش ظروفه ايه لا يا اخي، طب يعني يا اخي، ان كده يا استاذ عبد يا عم الناصر، ان الله على عبيده ستار يا يا جماعه. استاذ عبد الناصر، زي ما احنا بنحبك قوي 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 بنزعل لما مثلا بتقول كلمه مثلا بتيجي على الاهلاويه، بس بنزعل منك على قد حبنا ليك، بس على قد حبنا ليك بس. انا طول حياتي ما جيتش على الاهلاوي، بس اللي انا عايز اقول لك عليها لا انا بقول انك لك ما ده مثلا، ده ما مثلا يعني. ما تعرفش ظروف الناس ايه. على العموم انا برضو يعني الله يسهل له، الله يسهل يا له. يا جماعه، ان الله على عبيده ستار، لا بس تفضحوا من ستره الله. والكابتن دنيا الدلدول ده هو مش عاجبه حاجه في الاهلي يا استاذ عبد الناصر؟ ولا عاجبه حاجه في نفسه اصلا. الله، ايه يا عم، شتم الحكام سنه 96 ونزل بالذنوبه وساب لهم الدين، والاهلي مش عارف، وخدنا 2 سوبر اتعشت. يعني كان السوبر حلو اياميها، دلوقتي السمر بالصلصه. يعني الدوري اقوى من بطوله افريقيا، الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال. طب ما ايه انا ايه ده طب ما انا قلت لكم الكلام ده زمان وانتم ما فهمتونيش. لا عارفين، وانا عارف ما بين السطور لما بتقول مثلا الدوله عايزه فلان، الدوله عايزه فلان. لما سالتني عن سن امبارح انا عرفت انت بتتكلم عن ايه يا استاذ عبد الناصر. انا بفهمك من بين السطور، بفهم حضرتك ان انت مثلا بتقول للناس ما تنفقوش في قربة مقطوعه، فيما معناه يعني. بس اشكرك شكرا جزيلا، وانا اسف على الاطاله يا استاذ لا عبد لا الناصر. فوق دماغي، والكابتن مصطفى يونس في واحد الله يخليك، انت اللي فوق دماغنا كلنا الله يا استاذ يخليك، عبد الناصر. شكرا جزيلا. واحد بيقول لي عشان تعرف انك انت اتغيرت، وبيلومني على دفاع عن الكابتن مصطفى لا يونس. لا 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 ده شيء انساني، ودافع عن الكابتن مصطفى يونس، وشرف ليا ان انا لا دافع عن الكابتن لا مصطفى يونس. ده انت راجل ابن راجل، الاعتذار من شيمه الكبار. الله يخليك، من شيمه الكبار، انت كبير، شكرا. انت كبير، الصغير اللي ما يعرفش يعتذر وما يعرفش يعني ايه اعتذار ويتمادى. لا انت تكبر في عين الناس كلها، لان الاعتذار من شيمه الكبار.
ربنا يكرمك يا رب، اشكرك على الله اشكر يبارك لك ويخليك لأولادك ويشفي لك المدام. شكرا جزيلا.